ايه المشترك اللي بين انجي وبين الشخصية اللي انت قدمتيها في قواعد الطلاق الـ45؟ هي نفس الزحليقه دي، عارفه، نفس اللي انت يتجاجل او يعني بتلعبي بتلبسي برانيت كتير، هي الزوجه والام واللي بتحب شغلها وعندها كارير وخايف عليه وبتحبه وبتجري وراه وعايزه بيرفكت كل حاجه وعايزه مفيش حاجه تقع منها وبتجري بتجري بتجري هنا وهنا 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 طول الوقت، ايوه، نفس بس بين الفكره. الواقع والتمثيل، الست اللي بتعرف تعمل المعادله اللي انت عاملاها دي هي بتيجي على نفسها، هي يعني صح بتيجي على صحتها، بتيجي على صح هواياتها، يعني هي ممكن بترضي كل الاخرين، تولع صوابعها الـ10 شمع في الشغل وفي البيت وفي الزوج وفي الاولاد، لكن هي نفسها هي اللي بتبقى اكتر حد مضرور. ده انت حقيقي حاسه جدا، نفسك كده؟ ده حقيقي. بس انا اتعلمت مؤخرا، وده من سنتين تقريبا، ان لا برضو يعني ايه السبب؟ لازم انا برضو اهتم بنفسي. ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي اللي حصل حصل خلاكي من سنتين، لان انت حددتي سنتين؟ اللي حصل بتهيألي وقت الكورونا لما كلنا قعدنا في البيت، اوكي، وابتديت انا شخصيا القعده في البيت خلتني ابدا اقرا كتير، ما كانش عندي وقت الاول للقرايه، فكان عندي الوقت ورفاهيه الوقت ان انا اقدر اقرا وابحث وادور واقرا بقى في حاجات اللي انا بحبها، لان انا كمان دارسه علم نفس وانا فابتديت كنت تخش راميه، بقى، فابتديت بقى اخش بقى يعني انت ادركتي ان انت محتاجه وقت لنفسك بالظبط في بالظبط، القعده وخدت دي. وقتها وقررت ان انا مش هستغنى عنه. عملتي يعني ايه عشان يبقى عندك وقت لنفسك؟ يعني ايه اول نقط ان كل ست تتفرج عليها النهارده تبتديها عشان يبقى تحس ان بقى عندها وقت لنفسها؟ لا، انت بتحطي نفسك في المعادله، يعني انت ما بتنسيش نفسك خالص، يعني لا انا محتاجه مثلا دلوقتي وقت تمام، اشحن فيه، سواء بقى تشحني ازاي، تامل، تروحي الرياضه يعني بتاعتك انت اللي مثلا بتحبيها، تطلعي رحله مع اصحابك، تعملي يوجا، تعملي رياضة، تقري، تسافري، اقرا، اتامل، تطلع رحلة مع اطلع اصحابها، رحله ودي مع حلو برضه. اصحابي، سفر، سفر طبعا، اقعد تطبخي، لوحدي، اطبخ طبعا، اسمع مزيكا، تتفرجي على ماتشات كورة ولا مالكيش في الكورة؟ لا في الماتشات المهمة، يعني لما يبقى مصر بتلعب بتفرج. طب بس انتي وطلال بقالكوا قد ايه متجوزين؟ من 2001، يعني كام، بتهرج، من انا ما 2000، بعرفش عد، انتي داخله في نمسك عشرين الخشب، سنه كل قولي الاحوال، 2000 مثلا، 21 سنة. ما شاء الله. طب الله سؤال بقى، سؤال مهم جدا، 21 سنه دي يعني انتي حبيتوا بعض منذ الطفوله، من جامعة. كيفيه الحفاظ على نوعيه الحب لا اللي ما بيبقى من اول الجامعه لغايه يومنا هذا؟ ليه؟ لان في ناس كتير بتقول ان نوعيه الحب ده بيجي لوقت من الاوقات بيبرد، بتبقوا زي اصحاب اتعودتوا على بعض، صحيح. انتيم، بصي على فكرة الصداقة مهمة جدا، ماشي، بس ازاي حافظتي على شعلة بس الحب؟ لازم في مجهود من الطرفين، لازم الطرفين يبقوا بجد ومجهود في تفاصيل، يعني زي ايه؟ مفيش حاجة بتعدي كده، يعني لا يعني انت تبقي مهتمة بتفاصيله، يعني ايه هو التفاصيل اللي مهتم انت مهتمية بتفاصيلك، بيها في طلال ولغاية دلوقتي بتعمليها؟ بيحب ايه، ما بيحبش ايه، اللي بيضايقه ما يتعملش، ايه اللي بيزعجه ما ايه يتعملش، اللي ايه بيضايقه الراحة مثلا؟ اللي تتوفريها له في البيت، انك تبقي صادقة معاه في يعني كل انت اللي بتحس بيه، منتبهة، تسمعيه، تنتبهي منتبهة طول الوقت. وانتبهي طول الوقت.